هذا ونظمت الجالية الإيرانية في سويسرا مظاهرة للاحتجاج على حضور وزير عدل نظام الولي الفقيه علي رضا، وذلك أمام مقر الأمم المتحدة. ورفضت الجالية وجود علي رضا في المقر الأممي الذي يدافع عن حقوق الإنسان لتورطه بشكل مباشر في ارتكاب مجزرة عام 1988، وشارك في الاحتجاج أسر ضحايا المجزرة، وطالبوا المجتمع الدولي بطرد وزير العدل الإيراني من المقرات الأممية.